نظمت أمانة الشؤون الدينية في حزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من القيادات الدينية إلى جانب قيادات الحزب. المزيد من التفاصيل معنا مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. أهلا بك جيرمين، لك متابعة في هذا السياق، تفضلي. نعم، بعد التحية بالفعل، مع اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية تعقد المؤتمرات الخاصة بدعم المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بينها مؤتمر اليوم الذي تعقده أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن. أيضا بعد قليل بتنطلق فعاليات مؤتمر خاص بأمانة التواصل الجماهيري والشعبي لنفس الحزب، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة. هذا المؤتمر جاء للتأكيد على الدعم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة من كافة الحاضرين، وذلك كما أكد الحاضرون لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات منذ تولي زمام الأمور في البلاد منذ عام 2014. تحدث المشاركون عن عدد من الإنجازات، منها المبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة والتي استفاد منها قطاع كبير من المواطنين، أيضا المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وأيضا ما يتعلق بالإنجازات في قطاع الطرق والقضاء على العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة، مما ساهم كما أكد الحاضرون على حل مشكلة الإسكان وتوفير أيضا مساكن ويعني وجود سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل. فيما يخص أيضا ملف القطاع الديني، بما أننا نتحدث عن أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، فأكد الحاضرون أنه تم عدد كبير من الإنجازات فيما يخص تجديد الخطاب الديني وأيضا ترميم وبناء الكنائس والمساجد. أيضا في قطاع آخر وفي شأن آخر، أكد المشاركون عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القرارات التي قام بها والجهود التي قام بها في القضية الفلسطينية، وأيضا الجهود التي قام بها لمنع تصفية القضية والوصول لوقف إطلاق النار ووجود هدنة، وأيضا إدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. ونتيجة ذلك أكد كل الحاضرين عن دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة كل أعضاء الحزب. بنشير أنه يعني تستمر كل هذه المؤتمرات وحملات الدعائية حتى اليوم 8 ديسمبر الجاري، ليبدأ بعد ذلك الصمت الانتخابي على أن تعقد الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، لتعلن النتيجة بعد ذلك في 18 من نفس الشهر وتنشر في الجريدة الرسمية. كانت هذا تفاصيل يعني ما يتم الآن، والمؤتمر الخاص بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم على كل هذه التفاصيل.